مساء، نتحدث عن نوع جديد من الانتيبايوتكس اسمها البروتين سينثيسيس انهبيترز. البروتين سينثيسيس انهبيترز تنقسم الى هذه الكاتيجوريز: عندنا الامينو جليكوسايدز مثلا الجنتامايسين، الاميكاسين، الستربتومايسين، عندنا التتراسايكلين اند جلايسايكلين، يعني كل التتراسايكلينز مثلا المينيسايكلين، دوكسيسايكلين، دوكسيدار، التتراسايكلين. العائلة الثالثة الماكروليد انتيبايوتكس، عندنا الكلوروفينيكول، عندنا الستربتوغرامينز واللي هي في الكومبينيشن اوف كونيبرستين والفابرستين، وعندنا اللينيزولايدز. هذه اهم العوائل الانتيبايوتكس اللي تشتغل على البروتين سينثيسيس انهبيتر. طريقة شغلها انه تتعارض ويا الانتجريتي ويا الفانكشن مال الرايبوسومز، واحنا مثل ما نعرف انه كل انتيبايوتيك لازم يشتغل على تارجتس موجودة بالبكتيريا وموجودة بالهيومن. هنا اكو اختلاف بين الرايبوسومات مال البكتيريا والرايبوسومات مال الهيومن، وهذا الاختلاف مكننا انه نصنع انتيبايوتيكس ممكن انه تستهدف الرايبوسومات مال البكتيريا بدون ان تستهدف الرايبوسومات مال الهيومن.